القصف، لماذا وش السبب وش لماذا يستهدفونه؟ واحنا ابرياء لا ننتمي الى اي فئه. هل ما سمعنا القصف والضرب كلا دور له مكان يندس فيه، والحمد لله نجوت. ولكن بعدها بعد ما وقف الضرب خرجنا نشوف ايش حصل، ومن دي سلم ومن دي قتل. حصلنا نساء مقتولات، وحصلنا اطفال مرمين في خارج المنازل. هناك تسليط ضوء على الضربات الأمريكية في اليمن، لكنه بقضية العامري وآل التيسي سيسلط الضوء بشكل أكبر على القضية على العمليات العسكرية في للولايات المتحدة الأمريكية في اليمن، وبالضغط الإعلامي سيكون تسليط الضوء بشكل أكبر جداً.